مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم. تبدا غدا الجامعات الخاصه والاهليه فتح باب التقدم امام الطلاب المصريين العائدين من روسيا واوكرانيا والسودان للتقدم والتحويل حتى اول اكتوبر 2023، ذلك تيسيرا على الطلاب المصريين الدارسين ببعض جامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصريه. تفاصيل حول هذا القرار وطريقة التحويل والجامعات المتاحة أيضا لطلاب الدارسين خارج مصر هيكون معنا هاتفيا الزميل محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي باليوم السابع. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بيك. صباح الخير عليكي وصباح الخير على المشاهدين المتابعين. أهلا بيك. طبعا في البداية محتاجة أعرف حضرتك تفاصيل أكتر عن هذا القرار. وفقا لتوجيهات القوات السياسية طبعت القطاعات الخاصة في التجهيز والتحديد لاستقبال الطلاب الفائدين من الخارج، وده في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والعلمي، وتم إقرار مجموعة من الضوابط والإجراءات التنفيذية الخاصة بقبول تسجيل هؤلاء الطلاب إلى الجامعات الخاصة والأهلية، وبالفعل سيبدأ أعمال التقدم لهؤلاء الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا و من التقدم في الجامعات الخاصة بداية من غدا السبت 13 مايو الجاري، ويتمج إتاحة فتح باب التقدم والتحويل حتى شهر أكتوبر المقبل. طبعا بيكون طيب أستاذ محمد، يعني عايزة بس أعرف من حضرتك، التحويل بيكون أو التقديم بيكون إلكتروني؟ بالفعل بيكون تقديم الطالب إلكترونيا وبشكل مباشر جامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب في الالتحاق بها. وأيضا هناك إصرار مهم على الطلاب العاديين من أوكران وروسيا وأوكرانيا معرفته، وهو أن التحويل بيكون لكلية مناظرة فقط ولا يجوز التحويل إلى كلية غير مناظرة. بمعنى أنا طالب عائد من السكان كنت بدرس طب بحول على كلية طب، ما ينفعش أحول على صيدلة أو على طب أسنان، وهكذا كلية هندسة ما ينفعش أحول على كلية غير هندسة. وبيتم طبعا التقدم بالجامعات الخاصه والاهليه زي ما ذكرنا بشكل الكتروني وتقديم مباشر، ولكن هناك ايضا مجموعه من الضوابط اللي بيخضع لها الطالب حتى يتم قبول اوراقه وتحويله، بتتمثل في ان بيتم الجامعه بتتسلم اوراق الطلاب الالكترونيه والتاكيد على صحه شهاده اتمام الدراسه الثانويه اللي هي الثانويه العامه سواء او الشهاده المعادله، وتأكد من اجتياز الطلاب المعادلات الدراسيه اللي بتؤهله للالتحاق بالكليات العمليه، ايضا اثبات الاقامه بشتى الطرق، يعني الطالب بيحتاج ان هو يثبت ان هو كان مقيم بالفعل في السودان او روسيا او اوكرانيا، وبيقدم هذه المستندات وبيرفق معاها المحتوى العلمي اللي درسه الطالب ولازم يكون معتمد من الجامعه المقيد بها، والتسلسل الدراسي ودرجات النجاح، وايضا يجب ان يكون هذا التسلسل الدراسي معتمد زيه زي المحتوى العلمي. طب استاذ محمد، ايه الاعداد المسموح بيها للطلاب في التحويل؟ والله في ضوء الظروف الاستثنائيه اللي شهدتها روسيا واوكرانيا والسودان، قرر الدكتور ايمن عاشور بالتوافق مع مجلس الجامعات الخاصه والاهليه على زياده الطاقه الاستيعابيه والاعداد المحدده للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك للتيسير واستيعاب الطلاب العائدين من الخارج بنسبة 10%، وهناك إمكانية أمام الطالب، يعني لو فرضنا إن هناك جامعة خاصة أو جامعة أهلية حصل عليها إقبال كبير من الطلاب بيكون الأولوية للمتقدم الأول والأولوية بمجموع الطالب، ثم بيتاح للطالب في حالة اكتمال الطاقة الاستيعابية للكلية بالجامعة التي يرغب الطالب التحويل إليها، بيتاح أمامه الفرصة للتقدم للجامعات الخاصة والأهلية الأخرى. يعني إحنا أصبح لدينا 10% زيادة في الطاقة الاستيعابية، يعني لو فرضنا كلية طب بتستوعب 100 طالب ومقيد بها بالفعل 100 طالب، القرار الاستثنائي اللي اتخذه وزير التعليم العالي بيسمح الكلية بقبول 10 طلاب آخرين من العائدين من الخارج في حالة حدوث إقبال على هذه الكلية، بيتاح للطالب التقدم لجامعه اخرى، يعني هناك اماكن شاغره امام الطلاب العائدين من الخارج، ودي رساله طمأنه من الدوله المصريه لهؤلاء الطلاب بان امامهم الفرصه لاكمال دراساتهم داخل الجامعات الخاصه والاهليه بالدوله المصريه. طب
طب العمليه كلها يا استاذ محمد بتاخد وقت قد ايه علشان يعني يكون التحويل خلاص تم ويبتدي السنه الدراسيه الجديده؟ والله هو الموضوع هنا بيختلف ويجب التفريق ما بين الجامعات المصريه الجامعات السودانيه والروسيه والاوكرانيه المعادله بالمجلس الاعلى للجامعات او ما بين الجامعات غير المعادله. ففي حاله لو كانت الجامعه اللي الطالب مقيد بها في الخارج دي جامعه معادله بيتم الاتفاق بعمل مقاطع علميه لتحديد المستوى الدراسي اللي هيلتحق عليه الطالب العائد من الخارج. اما اذا كانت الجامعه غير معادله من المجلس الاعلى للجامعات المصري بيتم عمل امتحان تحديد مستوى بالاضافه الى المقاطع لتحديد مستوى الطلاب. وطبعا سواء المقاطع او رد المجلس الاعلى للجامعات على وافاده الجامعات الخاصه، ما اذا كانت الجامعه الطالب المحول منها الطالب جامعه معتمدة أو غير معتمدة، ده بيستغرق حوالي 48 ساعة على أقصى تقدير يعني، وده في إطار التأثير أيضا على الطلاب للتأكد ومعرفة إن تم قبول أوراق تحويله وقبوله بالجامعة التي يرغب بالالتحاق بها. الزميل محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي باليوم السابع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخلة وعلى كل المعلومات اللي حضرتك ضفتها لينا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا متواصلون معكم في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.